Bartender! Bartender! What is your profession? السلام عليكم خوتي اخواتي في فيديو جديد. حبيت اليوم نقدم شكر كبير لفريق اكتشاف المواهب المكون من امين راشكلو احمد صندالة ولامين ياغو اللي لقاو لنا انسان يستاهل نتنمروا عليه خوتي، انسان يستاهل نديروا عليه فيديو. الانسان هذا الملقب باينشتاين الجديد، اينشتاين الجديد هذا انسان تيك توكر ستريمر كلش مسمي روحه في التيك توك تشبز، شغل راكم فاهمين من الاسم الحكايه باينه بلي مهبول جديد في الساحه. مي السؤال تاعنا يا خاوتي، وشنو هو المحتوى تاع تشبز؟ انا هو المحتوى حبيبي، تحس على المحتوى، انا هو المحتوى. أسطورة خاطي ريبونس، أنا نحشم نقولها، ما أي إنسان يحشم يقول هذا الريبونس. لا لا سيريو أخويا شبز، وشنو هو المحتوى تاعك؟ عمري في حياتي كومبلي ما تلاقيت مع إنسان هارب كيما هو، ما كاش، مستحيل، أمبوحال، كاش سمبل ومبل، ما كاش. هو أخو على بالك جامي شت واحد يمد رايو في روحه وما حبستش هنا، زاد قارن روحه بديدين كلاش. وشنو هو المحتوى تاعو السيد اللي تحكي له؟ شنو المحتوى؟ كاش محتوى وما كاش محتوى، كيفاش ما خلاص هنا تقبتها اخويا شبز، رانا في البدايه وراك تقبتها. ديدين كلاش ما عندوش محتوى، الغنيه هذه خير من البوم ديال سول كينغ على بالك. اوماش دي فلا برود هاد الليله خلويه، واحد ديرو باطيه تقدر تجوز ضحيه واللي الدماء كي الوليات خلاني خاطش باطيه نتفقد درجه كوريه يا صباش نفسيه في بالجبال الاسلاميه هاد الليله خلويه ليلة خلوية أرواح نديرو بارتية نديرو بارتية خمامي خامش قاطية ننتقد درجة كورية في الجبال الإسلامية يا صماش أمسية. شوف خويا شبز، ديدين كلاش أسطورة، السيد قرا برا عنده ديبلوم الزنقة ديبلوم المحان، مهبول السيد خو. أمي علي مع الموجة عندي حكاية، لا دار لا تاوي لا ديبلوم لا قراية، رفد ديبلوم الزنقة ديبلوم المحال. المفيد خونا شبز هذا كي بداو يطلعوا له لي زابوني ولي فيو الناس حلبت له، اما ولاو يحرشوا به ديرك. ما عرفتش نشد الضحك يا بوكيمون. شكون هذا مؤرخ؟ بوكيمون بوكيمون مؤرخ خاوتي. دوك شبز هذا انني فاهم واش راه حاب يدير، راهو حاب يطيح مختلف، شغل حاب يطيح الطبقه المثقفه ديفيرينتي، اكو فاهمين. المشكل السيد يبان غبي خاوتي، عنده فيغوره تاع واحد ما يفرقش بين لا غوش ولا دروات حتى يشوف يديه. والله ما كاينش بلي ترقدوا بزاف، عمركم بلي ماشي مليح. نعطيكم قرعه شابه تاع بن هاربين، قد ما تريح فاطن قد ما تكون هارب. ايه على بيها انت جاي تقيل هكا، تقول تستقهوى بالرايبه بك عندك شغل تبان باللي تقيل، هادشي ما راكش ترقد يا اخو. من الاخر الطريقه ما نفعتش، لا بروف هي دوكا كي نشوفك ما كاش فرق بينك وبين كوكو القرش ابار تاع شعرك طويل. دوك سؤال يا خوتي، وشنو هو الهدف تاع الشبز في الحياه؟ واش راهو حاب يحقق في حياته؟ شريكي تويتش مهم بزاف ليا. بك علاش مهم بزاف ليا تويتش؟ دوك نقول لك علاش مهم على خاطر راح نترشح الرئاسة، فاهم؟ انتخابات كام جايين راح نترشح فيهم، وراح نستعمل تويتش باش نعرف روحي للناس، باش الناس يبداو يعرفوني، وهكذا نقدر نفهم للناس البرنامج تاعي، فاهم الفهم؟ تسمى تويتش مهم بزاف، هكذا اللي واحد يعرف البرنامج تاعي باش يقدر يفوطي عليا ينتخبني يجي يشوف طلع في تويتش، هاو تويتش تاعي. هذا هو فاهم، وتحب تشوف تصويره واحده من تصاور تاع البرنامج تاعي، كنت كان تصاور تاعك البرنامج تاعي على بالي انتم ما تحبوش بزاف الكتيبه، ما قلت لكم شويه تصاور شايف هاي ها البرنامج ها واش واسنا فيكم. راه حاب يولي رئيس بالتويتش
كيفاه الله أعلم. شفت بزاف عباد أغبياء في حياتي، كوكو القرش، زكي كاتالونيا، لامين خليفة، وليد حراشي، يوسف البوكسور، بزاف بزاف خوتي. وبصح هادو ما قاعد تقدر تحطهم في طريق والشبز تحطه في طريق وحده. يا خوتي السيد كومبارا روحه بسقراط. علاش حيلة يا أخو؟ علاش حيلة؟ تمتم حيلة، تمتم حيلة. تسمى هما هادوك اللي تشوفوا مخشان، هادوك سقراط وصحابه، هادوك العباد شخول ماشي حيليين، هادوك أنتيك ناس ملاح. أو أنتيك، أنتيك وسقراط، سقراط لزوم ساولي بلاد دق دا وما كان والو. تسمى قالها بلا كونفيونس ومحشمش. عمري في حياتي كومبلي ما تلاقيت مع انسان هارب كيما هو. يا صاحبي شكون اللي كذب عليك وقال لك انت هارب؟ يا ودي انت هاربين. نزيد لكم هادي خاوتي، الشبز باش يبان هارب وقاري الدنيا وزعما يعرف واش يدير، يدخل جوجل يكتب عاصمه استراليا ومن بعد يدخل التيك توك ويبدا يقلع علينا شغل هو مثقف. يا خو الكعب تاع الصح، لين بات لهم عاصمة أستراليا هي سيدني؟ هذوك هما الكعب تاع الصح. اختي عاصمة أستراليا ماشي سيدني، فاهم؟ قلت هاد ثلاث مرات يا كومبيرا. وكأي إنسان يعرفوه شوية عيبات في التيك توك يولي يشوف روحو حاجة خشينة. هذه راني نشوف فيها بزاف، هذه ولات مشكل خاوتي. لازم نلقاو لها حل. في رأيكم وشنو هو هذا الحل لهاد المخلوقات؟ السيد راهو كل يوم يدخل يدير لايف ينشر التخمام تاعو في المجتمع. بمناسبة لي لايف خاوتي راني فتحت سوجي خشين خاوتي، راني نشوف باللي الظاهرة تاع لي لايف هذه طغات بزاف، شغول كبس لي ونكبس لك راهي دايره حاله. يلا صبري ما يعطيك الخير الشيخ. يلا هادشي جات منك خويا دي جي رفيق، كنت حاسبك زندة، كنت حاسبك زعيم، ظهرت في رويتي دير لايف تيك توك. شوفوا خاوتي انا حسب رايي نورمال مو كي نشوفوا لايف تاع واحد يا يكون هذاك الانسان يضحك بزاف شغل يحكي لك حكايه تموت بالضحك، ولا انسان ينفعك كانسان شغل تستنفع منه كيما الشيخ نور الدين تاع المات. بشي ندخل نشوف لايف تاع دي جي رفيق مع عمر تطياح، ولا نشوف واحد اخر يجيب معاه المضمات. اكو فاهمين خاوتي كيما دي جي رفيق كي يديقوها له في اللايف يقول لهم بلي راني ندير بكم دراهم، يصارحهم ديرك كيما نخدموا لك في الخدمه راك انت بالدراهم نحشوها لك، راك تحط في الدراهم رانا انا نخدموا بك يا ما بالكش بها هادي. رانا نخدموا لك في الخدمه يا لايك ترطنوها كيما انت باش حنا ندو دراهم يا صبا هكذا يا الحمار. على بالك بها هادي ما كاش واحد حمار بحالك. فوالا راني نطيح لك غير باش تحط دراهم بلوس يا الحمار، رانا نديرو هكذا اكسبري باش تحط دراهم. انا رفيق ما تقدر ليش والله ما تقدر لي. فوالا باش تعرف بيكم بيديرو بيكم دراهم. المشكل تاع لي لايف يا خاوتي هادوما انا ما عندي معهم حتى مشكل، يعني تهاردوا ضيعوا الوقت ديالكم كيما حبيتوا، المشكل هو التحديات خاوتي. الناس هبلت شوفوا واش ولاو يديروا. دخلوا كاين ماشي غير الحس تلحتي فمك هذه الدوزيه شغل باش تدخل دراهم من تيك توك. وي يعني معاك حقك واحد ما يسالك دير واش تحب، بصح ما تدلش روحك خو. الكرامه راهي في اللعب يا صاحبي، يا ودي الناس راهي تلحس من التواليت. المفيد خافتي يطغاونا باللايك، دعموا الشيخ راك لي طاب باش نلحقوا السونكا. نتلاقى في الفيديو جديد.